العيدين، ويا رب يتعاد كل الأعياد والمواسم الحلوة على بلدنا بكل الخير. أولا قبل ما أبدأ، بس أنا بنعي صديق عزيز وأخ حبيب وواحد من الناس، شخص كان علامة وشخص كان شخصية محترمة، يعني يمكن درست له شوية وتزاملنا وتصاحبنا، وهو الأستاذ أحمد فهيم مرشد اللغة الإيطالية، وهو صديق عزيز رحمه الله، وألهم أسرته وابنه وزوجته الصبر والسلوان، شخصية عزيزة وعلمية قديرة فقط يعني. الحقيقة كان عدد من حضراتكم طلب مني حاجة، وهو أن احنا نبدأ نتكلم على شخصيات أثرت التاريخ المصري، الشخصيات اللي أثرت التاريخ المصري عبر العصور، يعني مش هنقف على شخصية معينة، مش هنقف على عصر معين، شخصيات أدت للتاريخ. احنا اتكلمنا على الملوك، وبالملوك دخلنا الشخصيات اللي عاشت مع مسكونة بنعدي عليه، لكن لما نتكلم على الشخصية كشخصية مين هي؟ الحقيقة أول شخصية جت في بالي عشان نتكلم عليها كانت شخصية إيم حطب. إيم حطب واحد من بين الشخصيات اللي نقول عليه شخصية هامة جدا، اللي نقول عليه شخصية أثرت التاريخ، يعني لما نروح متحف إيم حطب نقدر نقول هو ليه شخصية هامة. المعتاد إن كل شخص يقول أنا عشت أيام الملك فلان، ده الطبيعي، إلا إيم حطب. زوسر قال إنه عاش أيام إيم حطب على قاعدة ملكية، على قاعدة تمثال ملك، وفي الأقواس التسعة وفي اسم الملك مكتوب اسم المهندس بتاعه إيم حطب. ده معناها أن هذا الشخص اللي بيعني اسمه عبقرية لازلنا نستخدمها في حياتنا حتى الآن، إيم حطب الآتي في سلام. وده اللي فسره الله يرحمه أستاذنا العزيز الدكتور عبد العزيز صالح في كتابه عن التربية والتعليم في مصر القديمة، فسره تفسير لطيف قوي. الآتي في سلام يعني اللي أمه ودته من غير تعب، اللي عفواً بالبلدي بتاعنا اللي ما جابتوش ولاده. هو مين حد؟ هل لما نقيس كل الناس بعبقريته هنحط مين جنب إيم حطب؟ إيم حطب شاب عصامي وصل لمناصب، راح للملك جسر أو نترغت، لأن زوسر اتقال له يا زوسر في الأسرة الـ12، احنا عارفين زوسر في الأسرة الثالثة هو جسر نترخت أو إريخت نتر زي ما كان رحمة الله عليه أستاذنا الدكتور عبد الحليم نور الدين يحب يقرأ. الراجل ده عمل إيه؟ راح وقال له يا جلالة الملك، أنت بتبني مقبرة في أو بيبني أسلافك مقبرة في أبيدوس ومقبرة في سقارة، بعمارة الجنوب وعمارة الشمال، بعاصمة الجنوب وعاصمة الشمال، طب إيه رأيك إن أنا هجمع لك العمارتين في عنصر واحد ومباني واحدة، وهتكون فروم A to Z كاملة من الحجارة. يعني إيه كاملة من الحجارة؟ طبعا بعضنا بيقول إن الملوك قبل زوسر كانوا بيبنوا بالطوب اللبن لان هم ما كانوش يعرفوا الحجاره، لا احنا كنا نعرف الحجاره واستخدمناها في بداياتنا، وعندنا تماثيل من الاسره الثانيه من الحجاره واستخدمت الحجاره، بل ان العاصمه الشماليه عندي او عاصمه الشمال اللي بناها الملوك الموحدين سموها ايدب حج، يعني مدينه الجدار الابيض، اذا فكان في حجر جيد. الطوب اللبن كان بيبقى له معنى مرتبط بالبعث والخلق والنشوء، وعلشان كده حتى الملوك لما بنوا بالحجاره كانوا بيحوطوا المقابر بسور من الطوب الني او الطوب اللبن مرتبط بنشاه الكون او نشاه الخلق. طيب نبدا نتكلم مع بعض او نبدا نشوف الدنيا مع بعض مشيت ازاي. نشوف الدنيا هنلاقيها مشيت مع إيم حطب، شاب زي ما بقول لكم عصامي راح لزوسر وابتدى معاه فكره انشاء المصطبه المدرجه في سقاره، وبناها له، قال له انا هعيد لك تمثيل القصر الملكي بس على مجموعه، مش مجموعه هرميه، مجموعه جنازيه. عمل له مدخل، لما حضراتكم تبصوا على المدخل تشوفوا عبقريه إيم حطب. هو الملك الان من عدم استخدام الطوب اللبن، قال له بس كده، لو بصيت هتلاقي في فروق بين الاحجار، ربما دي اللي كانت بتحط فيها الحتت العروق الخشب اللي في الطوب اللبن، لان انتوا لو بصيتوا للقوالب هتلاقوا قد جالوس الطين. ابتدى إيم حطب كشخص يشتغل، ابتدى يبقى الملك يقول عليه ده كبير الناظرين الى اله الشمس في اونو، ابتدى يديله حته الفلك، ابتدى يديله حته العمل الكامل والوزير والمشرف، حتى انه لما دخلنا في العصر البطلمي وفي عهد بطلميوس الخامس وجدنا لوحه عثر عليها في جزيره سهيل تسمى لوحه المجاعه، غير لوحه المجاعه اللي كانت موجوده على الطريق صعد لونيس واتنقلت موجوده دلوقتي في متحف إيم حطب. اللوحه بتقول ايه؟ ان هذه اللوحه تجديد لما كان في عهد الملك زوسر. تجديد هنا هنحط علامه استفهام، هل هي تجديد ولا زي ما بحب اسميه كيد الكهنة، غز الكهنة البعض. الكهنة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الملك زوسر شاف في رؤية، شاف رؤية، وفي الرؤية دي لقى فيها سبع بقرات وسبع سنابل. لما نسمع نقول الله، ده نفس الرؤية اللي شافها الملك المصري مع نبي الله يوسف. فاستدعى إيم حطب وزيره وطلب منه يحلله المشكلة، فإيم حطب قال له لابد ان تتابع ما يتم للمعبود خنم في جزيرة إليفانتين وجزيرة سهيل، وهي المناطق التي كانت مركز عبادة خنوم وساتر وعينكم. إذن طبعا في الفترة بتاعت بطلميوس الخامس كانت حدوتة
يوسف خلصت وتمت واتعرفت والكتاب المقدس جه، بل ان بطليموس الثاني مترجمين ايام الترجمه السبعينيه للتوراه، فامحطب ظلت ذكرى. لكن امحطب ليس هو سيدنا يوسف، ليس هو سيد، هو الكهنه حبوا ياخدوا حدوته. حدوته كانت ليها كاريزما وليها وفي اليفانتين، يعني كان في طوائف يهوديه عايشه هناك، فخدنا حاجه عشان نقصر المكان لينا والمصريتنا، وان من ايام الفراعنه واحنا موجودين في هذا المكان قبل اي حد ما يسبقنا اليك. امحطب شخصيه من الشخصيات الهامه التي لم يتورع اليونانيون حين جاءوا الى مصر ان يجعلوا منه اسكليبيوس رب الطب والشفاء واعتبروه معبودا، بل ان في عهد بطليموس الرابع حين اقيم معبد دير المدينه من اجل حتحور، حرص الكهنه المصريون ان يصوروا امحطب على احد الاعمده كمعبود من معبودات المعبد. شخصيه محوريه ثريه اثرت وعلم عنها العالم الكثير، هي شخصيه عبقريه الهندسه والفلك والطب الفذ امحطب. شكرا. الشخصية الثانية اللي هنتكلم عليها من الشخصيات اللي أثرت التاريخ المصري القديم كان هو حم إيون أو حم أون، ابن عم خوفو وأحد المقربين إليه وتمثاله الشهير الموجود في متحف الجامعة في هيلتسهايم في ألمانيا. حم إيون هو مهندس الهرم الأكبر، واحد من بين الشخصيات المحورية في التاريخ المصري. يمكن ما تكلموش عليه كتير بعدين، لكن الهرم يتحدث عنه. حم إيون جمع خوفو وراحوا على دهشور وشافوا الاهرامات بتاعة سينفرو والخطا اللي وقع فيه المهندس في الهرم الجنوبي، ثم الاصلاح في الهرم الشمالي، ثم توجهوا الى منطقه الجيزه. وهنا بستعير المصطلح الجميل اللي قاله استاذنا العزيز الدكتور احمد عيسى، لما كنا بنقول المجاز او المعبر كان هو له وجهه نظر جميله انها جيسي او جيسي، التعبير اللي هي ضلع الغزال، جس بالهيروغليفي بتاعني جانب. فالجيزه هي جانب سقاره وجانب دهشور، انتوا عارفين ان امتداد جبانه نفرتها من ابو رواش حتى ميدو 52 كيلو. اللي حصل هنا ان حم إيون جه مع خوفو وابتدوا يختاروا المكان، وقفوا على الهضره. كان هو حم أون، واضح من اسمه كاهن أون، أون يبقى فلك، يبقى ناظرين لإله الشمس، يبقى متابعين لحركة النجوم. فابتدى يقيس حركة النجوم وابتدى يتعامل معها وابتدى يختار المكان والبقعة التي يقف عليها. حدد المكان، حدد العمالة اللي معاه، حدد المجموعة الهرمية اللي تكون بشكل متكامل. يعني احنا النهاردة لما نيجي في هرم ميدوم اللي عمله حوني وكمله سنفر، هنلاقي في طريق صاعد يمكن مش باين قوي، لكن هنلاقي معبد وادي، لكن هنلاقي معبد جنزي لوحتين ومائده قرابين. لكن حم إيون قال لا، انا مش هشتغل بفكره لوحتين ومائده قرابين اللي اشتغل بيها حوني في ميدوم وكملها سنفر ونقلها سنفر الهرم الجنزي، ده انا هشتغل على حاجه تانية، وهي فكره المعبد الجنازي الكامل بعناصره زي ما اتعلمناه من المدخل للمقاصير الخمسه للمقاصير للمقاصير الثلاثه اللي بتحمل الثالوث المقدس، للمقاصير اللي بتضم اسماء الملك اللي كانت معروفه وقت الملك خوفو. حم إيون ابتدى يشتغل وعمل مع خوفو اول قريه عمال كامله في الحضاره المصريه، وهي قريه العمال اللي فضلت الجيزه اللي بدا يكتشفها مع استاذنا الراحل استاذ دكتور عبد العزيز صالح، واكملها الاستاذ دكتور زاهي حواس في الحفاير بتاعه حائط الغراب. ابتدت من هنا عمليات الكشف عن مدينه عمال، اذا كان راجل فاهم العماله، كان اول من ادرك قيمه العماله وقيمه ان العماله تشتغل ازاي وتقسيم العمال. ما احنا شغالين بفكره ان احنا نقطع ونعمل ونبعد، لا، حم إيون كان مهندس تكنوقراط حبينا نقول، يعني اداري يقف على الارض، ابتدى يحط العمال انت تشتغل فين وانت تشتغل فين وانت تسكن فين وتعيش فين، في مقابل انه كمان قدر مع مجموعه المساعدين بتوعه، ودي كان الشيء الكبير المهم، حم إيون قدر انه ينقل كل الفكر ده للعماله المؤقته اللي بتيجي في الاربع شهور. فكان هو مع خوفه ليهم فكره الايقاف حالة البطالة في مصر في موسم الفيضان من خلال الاستعانة بالعمال اللي كانوا فلاحين وفي الأرض الزراعية حصل فيها شيء، إن هم يشتغلوا في الهرم بتاع الملك يبنوا ويقوموا بعملية البنى، ومن خلال عملية البنى اللي بيقوموا بيها أو عملية نقل الأحجار ورفعها كانوا بيقضوا الأربع شهور بتوع الفيضان، بعدين يرجعوا في أمان وسلام من عمل. حم إيون في تمثاله لفيلسهايم بتشوف ملامح كامله، ملامح الفن الواقعي مع الامتلاء البطن الكرش الحلو كده بتاع المصري، مع فكره جميله في الراس ان حم إيون
ما خرجش. هو كان يعني بقول لحضرتك عبقريه خوفه من عبقريه مهندسه. لو بصيتوا لخوفه، خوفه حرم التماثيل وعمل رؤوس بديله، اتعمل له هو التمثال السبعة سنتي الصغير. حميونه لما عمل الرؤوس البديله، بصوا حضراتكم التمثال حميونه هتلاقي التمثال والراس اللي راكب عليه مش راس طبيعي. لو شلت الراس تستشعر وكانها راس بديله وكانه استمر على نفس انه حميونه. ظلت ذكرى عطرة في الأسرة 26، ذكر الهرب معه وذكر اسمه في العصر المتأخر كواحد من عباقرة الهندسة، وإن لم ينعم بما نعم به مهندسون آخرون. هذا هو حميونه، أحد الشخصيات المحورية المؤثرة في التاريخ المصري القديم. شكرا لكم.